يقول: زوجتي نوت العمرة وهي حائض، وعند وصولنا إلى مكة مست الطيب وما زالت حائض إلى الآن، هل عليها شيء؟ إذا كانت متعمدة للطيب وهي محرمة يكون عليها فدية، وهي ذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة، أو صيام 3 أيام، مخيرة. أما إن كانت تطيبت ناسية أو جاهلة فليس عليها شيء. نعم.